أنا الأم أغنس مريم للصليب، رئيس الدار مار يعقوب المقطع. إنني من لبنان ووالدي من فلسطين، وولدت في لبنان من أم لبنانية، ومن ثم دخلت إلى راهبات الكرمل وبقيت هنالك 22 عاما، ومن ثم خرجت لأرمم دار مار يعقوب في قارة 90 كيلومتر شمالي دمشق. سمعنا أن هنالك مظاهرات في عدة مدن في سوريا، ولكن يعني لم نهتم، شيء عارض. يعني نستطيع أن نقول أن بدأت المظاهرات في سوريا في أيار أوائل أدار 2011. نواكب الأحداث، فعلمنا من شهود عيان أكانوا في درعا أو في حمص. خزائف. مين عم يضرب؟ شو مين يا دربي؟ أنا قاعدة بالبيت. إيه. On va où? Je prends la caméra. واقف يا حبيبي. برانا كاميرا. ودي معه. روح يلا. أن كان هنالك مسلحون مجهولون يعتدون بحد سواء على الجيش أو على القوى الأمنية وعلى المدنيين المتظاهرين، وهذه الطريقة أو الأسلوب هو أسلوب معروف لبث الفتنة ولشحن النفوس. وقد تكلمنا عن ذلك، ولكن وسائل الإعلام التي كانت تغطي الأحداث في سوريا كانت تكتم على هذا الموضوع. وبعد فترة أخذنا قرار أن نستضيف صحفيين لكي يذهبوا ويروا بأم العين ما حدث وينقلوا اختباراتهم للرأي العام. اولین و آخرین فرصت دور هم نشستن این هیئتی که از ایران میره هستش و فرصت معارفه تک به تک نبود، تقاضا میکنم خیلی کوتاه هر کدوم از عزیزان بلند شن، روی قدمای مبارکشون واستن، یه اسمی از خودشون بگن. من ناصر فیض هستم، از دوستان نزدیک آقای رضا امیرخانی. علیرضا صبحانی هستم، از دوستان آقای فیض و آقای امیرخانی. من محمد رضا شهیدی فردم، تلویزیون کار میکنم. یعقوب حسین‌پور از روحانیون اهل سنت سیستان و بلوچستان و از فعالان تقریبی مذاهب اسلامی. My name is Mehfooz Yar Khan. I did two masters, two bachelors in prison in Pakistan. Salman is a boxer. I'm a boxer.
آقای سلمان. I'm a Nigerian and I'm a Muslim. Assalamu alaikum. I am very happy to arrive here to Tehran in the Islamic Republic of Iran, coming from Lebanon to make a pilgrimage with our mentor, Mairead Maguire, and our friends, peace activists, coming from many countries. Mother Agnes came to Belfast about 2 years ago. She came to visit us in the Peace House in Belfast, and she told us the story of what was happening in Syria. And she asked us, was it possible to go to visit Syria? But when I was in Syria last year, I met with the Iranian, some Iranian people, and they said to us, you know, would you like to come to Iran? And I said, I'd love to come to Iran. This caravan, after its presence in Iran, will move towards Damascus on the 9th of April. With humanitarian aid, which mainly consists of medical and pharmaceutical aids, this convoy includes activists from countries such as Britain, Canada, Germany, Lebanon, Australia, Pakistan, India, Ireland, and Iran. 5th of April 2014 in Tehran, the Islamic Republic of Iran. Salam alaikum. Thank you. We were not believing what we were hearing in our Western media. And we were very cautious that we were getting distortion and untruths from the media. So we came, we wrote to some friends in the peace movement, and we made a delegation of 16 people. He's a parliament member and we have the Christians of Europe. أهلا وسهلا أهلا وسهلا خبرنا شو هالجميل هون هون تحفة هون من أي سنة؟ هاي من 400 سنة نعم 400 نعم 1600 نعم من أيام اللي وصلوا أرمن لإيران أيام شاه عباس عمروا عدة كنائس الله يحييكم يا رب حلبي لكم حلبي شوف شو عملوا بكسر سوريا الله احنا هلا رح نعمل صلاة لأجل أرواح الشهداء السوريا صلح و دوستی و امنیت رو برای مردم سوریه و همه مستضعفین روی زمین مقدر فرما. فندعوه جميعا
بأن يحل السلام على سوريا وعلى الشرق الأوسط والعالم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. God Almighty, we pray for the people of Syria, and we pray for your protection on the vulnerable, on women and children, on those who have been displaced, the homeless, the refugees. Lord, have mercy on your people. Amen. خمسة وست سبعة 12 احنا 12 نفر 12 يعني كم عدد 12 نفر اطفال اطفال كم اسرة ثلاث اسرات اسرة واحدة او لا اسرتين نحن 12 نفر هيدا حوراء نور ليش خرجت من سوريا قبل 10 اشهر شفت ناس انا يعني سمعتهم وشفتهم بيتكلمون لغه مو لغه عربيه وعاملين سلاح my own eyes and I heard by my own ear people who were not speaking Arabic who were foreigners عندما بدات الثورة في سوريا كنا نتأمل أن تكون للخير كانوا يقولون أنهم يريدون الحرية المشروعة لكل مدني وهذا جيد ولكن بعد فترة وجيزة يعني لا تتعدى الأسبوعين أو ثلاثة بدأوا يشهرون بعناوين إسلاموية تقصي الآخر مثلا القول المأثور المسيحيون إلى بيروت والعلويون إلى التابوت برای مردم سوریه و همه مستضعفین روی زمین مقدر فرمود. می‌خواهند بگویند همدلی از همزبانی خوشتر است. آیت الله جوادی آملی مرجع تقلید شیعه و از بزرگترین فیلسوفان امروز جهان اسلام نماینده حوزه علمیه هم شرح می‌دهد که رفتار تکفیری‌ها ربطی به اسلام ندارد. مادر اگنس ماریا شما رئیس یک دیر قدیمی در سوریه هستید شما در جنبش خودتون به دنبال چه دستاوردی هستید لطفاً بفرمایید که وضعیت کنونی سوریه چی هست مردم سوریه خواهان اصلاحات هستند اما مداخله خارجی که به صورت مخفیانه داخل سوریه شده و در داخل قیام مردم سوریه مداخله کرده خودش یک رسوایی هست و مصادر به مطلوب حاکمیت حق حاکمیت مردم سوریه هست و تجاوز واقعی علیه زندگی غیر نظامی مردم سوریه است.
I was asked to transmit to you realities that maybe you know. This terror, I was especially witness in Homs. I visited the 5th of December. السلام عليكم. صباح الخير. كيف سيادتك؟ صباح الخير. عم بتلفت كل الأنظار عم تلفت علي لاجئين مخبيين لحتى ما حدا يشوفنا. أنا ما بلفت الأنظار ليش؟ لا لا توقفت بدنا ما كتير نوقف. إيه أنا حتما في حدا عم بيطلع فيه. هلا أنا رأيي يعني هون أنا ما بأمن بعدكم. أنت ما تأمن. نحن عاملين إمضاء إنه على مسؤوليتنا. On va où? Je prends la caméra. Ouais, bien, Habib, prends la caméra, descend. Hello. Hello, cool. Vendez ma haut. Rouge, y'a là. Non. السلام عليكم. خبريني شو لا لما رح اللي صار انه انخرب بيتنا. ليه خرب بيتك؟ ضرب. يعني تقوص؟ خزائف. مين عم بيضرب؟ شو مين يلي مين يلي مين يلي ضرب؟ انا قاعده بالبيت. ايه بس عم شوف شيء ضرب. يعني خبط برا. انت بتعتبري مين يلي ضرب بيتك؟ الجيش ولا المسلحين؟ يعني كان في جيش؟ الجيش ولا المسلحين قصدك؟ يعني أنا ما بعرف. كان في جيش؟ طيب هلا نية إذا حدا عم يضرب على حدا ولا بس عم يضرب على بيتك؟ يعني كان في معارك؟ لا يعني بس ضرب هيك ضرب بجهة واحدة يعني ما قالوا جهتين. She said our life is ruined. قلت كي زندگي ما أصلا پاشيده. They are shelling on us. دارن به ما تيراندازي ميکنن. بعدين اجا في ناس اجوا من وادي السايح على المدرسة قالوا القتلى بالأرض يعني تسعة أطلاب بالأرض. So we begin to walk. ما مسير خودمون ادامه دادیم. And then here we see on the left a flake of blood. ما در سمت چپ جوی خون رو شاهدش هستیم. Yesterday here 9 Alawites were beheaded. اینجا روز گذشته 9 علوی سر از تنشون جدا شده. And the blood is still. و خون کماکان هنوز همونجا وجود داره. We saw it. ما به چشم خودمون خون رو دیدیم. They were beheaded here. اینجا سر از تنشون جدا شده بود. You fish? When who? What? Oh yes. This is the reality of Syria in November, in December 2011. Slowly by slowly, they said that because the Assad regime was very tough and very dictator, so you had the FSA to protect civilian, and slowly by slowly they said the takfiri they came because Bashar al-Assad was a dictator and they had to do something and they had to be very extreme. Samples of these toys. I'm sure the kids will enjoy that. First, we must enjoy ours. Okay, good. We'll catch him. We'll catch him there. And this was bought not from the money you gave. Money you gave went for the medical medicine. But this is only us giving.
So this is our office. Beautiful, wonderful. And Persian name is Tariye bin al-Milali Ummat al-Wahide. In English, Ummat al-Union of Unified Ummah. So we started actually the ignition of this NGO, working together was after Gaza war in 2008, when Israeli forces attacked people of Gaza, then sending aid to them, organizations over there, and still receiving continual activity. For me, myself as Ruhul Alifi, I'm different from Ruhul Alifi was one month ago. Now I'm knowing new people, I've got new experiences. New friends. New friends, and I learned a lot. So I have learned a lot. I'm not different. So this is for us important. So our team will learn. They will increase themselves and their capacities and their understanding, their knowledge. And that's for us important. وقد أتى هذا الفريق مرتين إلى سوريا. المرة الأولى اكتفى بدمشق، أما هذه المرة فقد ذهب الفريق إلى اللاذقية وإلى حمص. Yeah.
No time at the moment to listen to Nobel Peace Prize winners, but the Iranians and others intend to bring more Nobel Prize winners here. Right. Okay. The Syrian people were the center of resistance to Zionist hegemony in this part of the world. Without Syria, Lebanon would never have been saved. The southern part of Lebanon would never have been liberated. This is this people of the role that the people of Syria have played. There's no doubt about it. And so to prioritize Zionism and extremism or Takfiri ideology, I don't think there's a priority. The problem is that resistance in this part of the world and coexistence are two essential elements. Our problem with Israel is not because they're Jewish, it's because they're Zionists, and because they're a colony, a Western imposed colony upon the natives of the region. کدام پیامبر در جنگ با مشرکان اجازه مسله کردن کشتگان داد؟ خوشنودم از اینکه هیچ عالم اهل سنت و هیچ عالم شیعه‌ای، هیچ عالم درجه اول حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، جعفری و علوی تکفیری نیست. تقریبا یقین دارم که حاکمان ایران، سوریه، ترکیه، سعودی، کویت و قطر به نیکی می‌دانند که تفکر تکفیری چه آسیبی به حکومت‌هاشان وارد خواهد کرد. صف گرفته بودن که وارد مدرسه بشن خورده خون کنه بین 7 8 ساله بودن یکیشون هم که فوت کرده شهید شده من وين اشتلف شو قالوا انا رايحه المليحه هلا نيه المليحه انا رايحه احكي مع المسلحين بالمليحه بعرف القضيه شو اه بس اي واز تراينج تو ويت هيز كول فروم جنيفا ميبي ذير از نو كفرج نزلت أزيفة من المليحة 65 طفل فيها شو اسمها
نسبة أزيفة هي محظورة أصلاً دولياً على مدرسة. 65 طفل انصاب، واحد مات، فيها كريات أولاد بعيد، وفي بنت راحوا ساقيها المدرسة للأرمن الكاثوليك. لجنة التحقيق الدولية على انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا. اسم ابني بيتر سعيد، يعني مثل أنه هاي الصاروخ كأنه في قذائف، يعني أنه دم هي هيك خرادة، هي الخرادة هي يعني هي ممنوعة دوليا، والولد موجود، وإذا بدك بجيب لك إياه وبصور لك إياه بالساحة بقلب الأولاد. كانوا الأولاد كل يوم الصبح بيوصلوا على المدرسة الساعة 7:10، طلعوا على الباحة ليطلعوا على الصفوف، نزلت القذيفة سمعتنا هيك طجت قوي طجت قوية كتير. Truth about that, we came to talk to the children. What shall I say? We have to go back to our consciousness. They are taking the civilian population as a human shield or as a tool of pressure. It's not possible. You know, blood, you cannot put it as a pressure. It is against all humanitarian laws. It is against international laws. What shall I say to the mother of this child who was killed today? What shall I say to the mother of the girl whose two legs are cut? Those terrorists that are coming from outside, they must be taken back to their countries. The other side says, but what about the Lebanese, Hezbollah, the Iraqis fighting with the Syrian government? I will tell government? You something. Yes. I am against any foreign intervention. Before those Iraqis and those Lebanese and those Persians, they came, we had more than 1 year, 70 countries fueling the revolution, so-called revolution, with foreign fighters. Let us be fair. When they do this, they are giving justification for the others to make a balance. جرح من رفائك حدا كمان؟ كم شخص؟ ما بعرف. في من رفائك حدا جرح كمان مثلك؟ كم شخص؟ ما بعرف. تاخذ بدالتي. هي مو حياة، ما عندي غيره. أخي صار له الأطباق بكرة بيكون صار له سنة مقتول. ما عاد عم نحسن. أنت عم تتألم. أنت عم تتألم. نحن بلبنان كمان أنا خي وحيد. انتبهت كيف؟ مضروب شوي وراس المعدة. طيب ليك بدي اقول لك شغله، يعني ما فيك تقول مثلا كتر خير الله انه بعده طيب. إياك نعبد وإياك نستعين. When we came to Syria, 2013 April, we were shocked to see so much suffering here for the Syrian people. So we were shocked by this because we didn't realize it was a proxy war supported by outside governments in order to bring down this government. قمنا أكيد بنشاط إعلامي كثيف لندلي بشهادتنا لتصحيح الإعلام العالمي المضل، وكان لذلك الوقع الكبير عالميا عندما كتبنا عن الأسلحة الكيميائية، عن الهجمة الكيميائية التي اتهم بها النظام السوري
على الغوطة الشرقية والغربية، وقد تداول كثيرا العالم بدراستنا، وكان لها الوقع الكبير في الرأي العام. Intelligence services, they have chosen now 13 videos as evidences about the chemical attacks. Here they are. But we have done a research on the first videos that were put on the web. Now, in the footages, we really have only children. Everywhere, children that are alone. So where are those parents? And they are unknown. So how it is possible to take a child from his family and say that you don't know him, and we have children apart, and some women, we have 50 women, for at least 600 to 700 children. But the pictures, you know, here, for example, the families, they are sleeping, all dressed. Why should they be all dressed when they are sleeping? Just a moment. Hello? Then they use fake picture. The original photo of dead people is from the Egyptian Revolution, and they use it in the Facebook of an opponent committee. We are asking the international community to show us the collective pit where 1,466 corpses are lying. When they have corpses, they show them. One little boy has been transported to 6 different places since 2:30 morning to 3:00 afternoon. He has been displaced, we don't know why. Then the report of the Unified Medical Office, who says that 10,000 injured during the first 6 hours, they are saying it's not myself. More than 3,000 serious conditions, 1,466 martyrs. And we know that 67% of the casualties were women and children. It's not true. The biggest proportion is for the children, women very little. Now, who are they? We don't know. They are unknown. How is it possible in a besieged area that is a military zone, how is it possible to ignore all those people? While, you know, the rebel chiefs, they know, they must know everybody because it's a military zone. ونصلي لأجل تقريبا 3 مليون يقال
كنيسة سوريا هي كنيسة خادمة السلام، كنيسة خادمة أصل الصالحة. فهنا أيها الأحباء، هذا الوفد الآتي هم الذين يأتون وهم نشطاء السلام. إذا نحملهم اليوم من سوريا رسالة السلام. It's a sniper there. يعني احنا هلا هون موجودين في مدخل مخيم اليرموك. هذه كانت كلها محتلة من قبل المسلحين، وخاصة الجيش العربي السوري لم يدخل مخيم اليرموك، وترك الموضوع للفلسطينيين يعالجوا مسألة هؤلاء المسلحين. لذلك قامت اللجان الشعبية الفلسطينية بتكوين قدرات عسكرية معينة من أجل إخراج هؤلاء المسلحين. نحن كشعب فلسطيني كنا ولا زلنا نعيش في سوريا منذ عام 48، طردنا وشردنا من فلسطين على أيدي العصابات الصهيونية. إذن استباحة المخيم واحتلاله هو جزء من المؤامرة. فالممكن يعني ندخل هذا المنطقة بأيديكم يعني؟ وحيط، لكنها منطقة عسكرية خوفا على حياتكم وحياة الناس الموجودين، لأنه ممكن أن يكون هنالك قنص في أي لحظة في بعض الحارات الزواريب الضيقة باتجاهنا. في خطر، في قناصين، في قناصين هيك، في من هون صاروا هون القناصين، هو ما بيضربوا يعني. فينا نقول محتلين المخيم؟ طبعا كل المخيم احنا مسيطرين على جزء، بس هم مسيطرين على خمس ربع المخيم تقريبا. في أي سبب أخذوهم السجن الجوية، الجوية اثنين. بقول لي ابني يما اشحدي، طلعيني طلعيني يما أولادي، مرته أمها الصغيرة قتلوها براسها، ماتت. خواتي عم بيطلع عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل.
blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many roads must a man walk down before you get caught in a man? الإسلام مثل في المسيحية مذاهب متطرفة تفهم النص المكتوب على هواها. نحن نرفض أي تشويه لأي دين وخاصة للإسلام، ونأمل أن تستيقظ الأمة الإسلامية لهذه التحديات، وأن تكف من تغذية هذه التيارات. We pray especially for all who have suffered terribly. Amen. Amen. And a born of Prophet Muhammad that says, رسالتكم إفشاء السلام في العالم. اللهم ربنا علمنا أن نحب بعضنا بعضا كما تحب أنت جميع خلقك. اللهم ربنا ساعدنا بأن نعمل على إفشاء السلام في العالم. اللهم ربنا كن معنا في مسيرة الحب والمغفرة والعفو، لأن عفو عمن ظلمنا وخالفنا. آمين. Hours and then about 5 minutes. It's not enough time. Guys, you know? These guys. I like this bus because there's plenty of women and everybody laughs on this bus. And did you love Green in that same? Tell me who she was. Tell me who she was. Tell me who she was. Last night. Don't look at me crazy.